ده انا هقطعك. جامده قوي اللعبه دي. بقول لك ايه؟ ابقى خليها لنا احنا، خليها لنا. عنيفه قوي يا نادين، لما تكبر زيك تبقى تلعب. ايه ده؟ انت عارفه العب. اكسب. يلا تاني. بقول لك ايه؟ ما تيجي نلعب جوه. انت بتقول كده بس عشان كسبانه صح؟ صدقيني لو دخلنا احنا الاثنين جوه يبقى احنا الاثنين كسبانين. العب بلاش شغل عيال. عيال ايه؟ ده شغل كبار وكبار قوي والكبار فكك كمان. ايه رايك بقى؟ ها؟ مامتك؟ اشمعنى؟ اشمعنى برضه؟ بعلمها اللعب. ليه بس يا ربي كل ما ابقى كويسه يطلع لي حد يعكنن عليا؟ ده مين اللي حبك له يعكنن عليك دلوقتي يا ماما؟ انت ما تعرفش النهارده ايه؟ ايه؟ النهارده فات سنتين بالظبط على طلاق اخوك. خص عليا، نسيت اجيب له هديه. بدل التريقه دي روح شوف اخوك حالته ازاي. ده زي ما يكون ميت له ميت، وابوك عمل المستحيل عشان يخليه بطل كآبة. عمل ايه طنط؟ تحق له وقال له بطل كآبة. لا برافو بابا. هشام يا حبيبي. ماما عصام حساس. ماما بقى والموضوع ده بالذات ماما مصر. بقى عشان خاطري روح اتكلم معاه وشوفه زعلان من ايه ولا اقول لك اخرج معاه وقعدوا في اي حتة سوا. نعم. ايه هياخده ويغور بيه؟ لا انا مش هروح في اي حته. بص بقى انا اصلا في الحاجات دي معرفش المفروض اقعد معاه اقول له ايه. قول له اي حاجه تزيحه عننا، ده عاد زي الطوبه جوه. لا لا انا مش مصدق له بسمعه ده. انكل الطوبه اللي قاعده جوه دي تبقى ابنك، اخوك يا هشام. اخويا صحيح، تصدقي كنت ناسي. بصوا عصام بيمر بظروف صعبة، يعني هو محتاج حد يوسيه، يهون عليه، يسمعه. يعني حد فيكم لازم يروح يتكلم معاه. طب ما تروحي له انتي. أنا ما ينفعش، أنا لو رحت هو هيعرف انتوا اتكلمتوا قدامي، وبعدين ممكن يتضايق أكتر. صح، انتي عندك حق، تروح له ازاي؟ دي مش من العيلة اصلا. عشان كده لسه ما لسعتش. مفيش حاجة تتاكل في البيت ده؟ اكيد مفيش. تعال انا هشوف لك حاجة تتعمل. هشام روح لاخوك. مش عايز اتكلم معايا انا. بص خد وروح السينما. صح، الناس في السينما ما بتتكلمش مع بعض. عايزين نبقى نروح السينما. مش عايزه دينا. ما انت لو ما رحتلوش. ازيك؟ اهلا. ايه بقى؟ انت فاكر انه كان زي النهارده؟ عارف. حدث في مثل هذا اليوم. انت واخد بالك ان الالم مش مشكله. طب ما نجيب واحد تاني. ده كان اخر قلم.
طب ما تبعت البواب يجيب واحد تاني. البواب خرج. خروج حلو. بيخرج كتير قوي البواب الجديد ده. فعلا. أنا كمان كنت بفكر أخرج. ومال؟ تروح فين؟ مش فارقة. واحد بس ينزل كده يتمشى يخرج من البيت. يعني ممكن أروح السينما. ليه لأ؟ ممكن. تحب مش لازم. تأكد. انت عايز ناجي؟ بس لو مش هترغي يعني، وخصوصا الترجمة اللي بتقراها بصوت عالي دي. طيب ودينا؟ لا دينا عندها حاجات كتير قوي تعملها في البيت يعني، انت عارف بقى. يعني انت عايزنا انا وانت نروح مع بعض السينما؟ اه بس لو مش عايز براحتك انت. لا 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 لا، عايز. طيب تمام، ممكن اجي معاك ما دام نفسك قوي كده. بس تعرف ايه احسن حته في الفيلم ده؟ لما البطل دخل على العصابه كلهم وراح موتهم كلهم. ايه الهبل ده؟ دي حته مصطنعه جدا، وفي ضابط في الدنيا يخش يموت الناس كلها كده؟ يا سلام، ده هبل يا عم. انت مش فاهمك انت، دي اجمد حته في الفيلم كله يا عم. هم بتوع السينما بيعرفوا يضحكوا على اللي زيك، لكن في الحقيقه مفيش ضابط بيعمل كده ابدا. انا ضابط وعارف انا بقول لك ايه. يا سلام. طب تخيل معايا انت كده ان العصابه قاعده عندنا هنا كده في الاربع كراسي دول، تمام، والمخدرات معاهم. اروح انا داخل عليهم اقول لهم ها انتوا العصابه؟ ايوه احنا. ادي المخدرات، ارفع ايدك كله، سلم ايده كله، ارفع ايدك من فوق. روح ايدك حسام، انا هو انت تجرى لك حاجة. طب مش مهم، كمل معايا. احنا صوتنا كان عالي، سمعت الصح من العيال اهو الحمد لله. ما انت كنت نايمة؟ تعرف دي فكرتني بيه دلوقتي؟ ايه؟ بتفكرني ماما لما قفشتنا واحنا بنقرقش برشام الزور بتاعها اللي مكتوب عليه للحلقه ده. اللي بطعم النعناع؟ ايوه. انت عارف ان انا طلع لي فسافيس في لساني قد كده من كتر ما قرقشت منه؟ فاكر لما شافتنا قعدت تقول يا خليل الحقني يا خليل، الولاد حطوا رجليهم على اول سلم الادمان، بيشربوا مخدرات يا خليل. مين يوميها ماما وهي بتخبي البرشام ده بالذات؟ ايوه. بس على فكره انا عارف هي مخبياه فين. بس كانت فكرتك انت قرقشت البرشام دي. طبعا انت كنت بتمشي ورايا دايما في اي حاجه انا بعملها، اي حاجه افكر فيها انت تقلدني. فاكر كنت بسميك ايه؟ ايوه فاكر. لا قول يا عم. فاكر بقى هشام الايه؟ القلوده. يا هشام يا قلوده. فاكر مستر طلعت ابو قصه؟ فاكره، ده كان شعره بيجنني. شعره ايه ده؟ ما كانش شعره يا راجل. عرفت ازاي؟ والله مره انا ماشي جنب اوضه المدرسين لقيته عمال يسشور فيه يسشور فيه لحد ما الباروكه كلها وقعت طلع صلباتها. فاكر الواد كمان لما قفشوا النبله في شنطته عشان ضرب ابو قصه؟ على فكره انا اللي كنت حاطط النبله في شنطته. وانت ال ايوه بس ما ضربتوش في قفاه، ضربته في تحت قفاه بشويه.
طيب انا الوقت اتاخر بقى، يا دوبك اقوم امشي عشان انام بدري، عندي شغل مهم جدا الصبح. سلمى حايك جايه مهرجان القاهره السينمائي الدولي وانا المسؤول عن حراستها. سلمى سلمى اي حايك حايك هو. طب ما تاخدني معاك يا عم اتفرج. هي رحله للمتحف، بقولك انا المسؤول عن حمايتها من امثالك. تصبح على خير يا اتش. وانت من اهله يعني. كان في احساس كده. طيب يعني ايوه طيب تمام. طب فهمني يعني. طيب كان وقت ظريف قضيناه مع بعض. جدا جدا يا شاب، جدا متشكر قوي، متشكر قوي قوي يا شاب، ربنا يخليك ليا. متشكر على ايه يا عم؟ انا اللي متشكر. طيب والله انا اتبسطت جدا ان ماما وبابا قالوا لي اخرج معاك. نعم ماما وبابا اللي قالوا لك تخرج معايا؟ يعني انت ما جيتش من نفسك؟ ها؟ يعني انت لو ما كانش بابا وماما قالوا لك ما كنتش هتيجي من اصله؟ لا ما هو يعني انت ما حسيتش لوحدك كده انك عايز تخرج معايا وجيت قلت لي؟ لا ما هما قالوا لي هشام متضايق فانا قلت لهم اخرج معاه على طول وافقت. شكر جدا يا هشام بيه على عطفك واحسانك. حسام بقى ما تبقاش كده، ما احنا اتبسطنا يا اكل. يا حسام يا حسام حسام. ممكن اقول لك حاجه؟ يا اخي بطل بقى اللي انت بتعمله ده. طب على فكره بقى، بابا وماما مش هم اللي طلبوا مني اخرج معاك. لا طلب بس انا وافقت، احنا كان ممكن ارفض ولا ايه؟ طب ايه رايك نروح السينما بكره سوا؟ اي فيلم انت عايزه، انا اللي بقول لك اهو ما حدش طلب مني حاجه. هعمل ينسون عشان زوري بيوجعني، مش مزاج يعني. مدام هتسخني ميه ما تعملي لي معاكي كوبايه شاي. اوف الله، انتوا جيتوا؟ عجبتك المفاجاه اللي عملها لك اخوك؟ ما تمثلوش بقى، هو خلاص اعترف ان كنتوا اللي غصبتوه يخرجني. من اللي شفناه منك، انت شفت نفسك كنت عامل ازاي؟ كنت قاعد زي ارمله العنكبوت. عصام عصام بطل الورنيش ده، انا زوري بيوجعني. بقول لك يا ماما، طب ما تاخدي قرصين كده من الفرشان بتاع التهاب الحلق اللي بطعم النعناع ده. والله فكره، ازاي كنت ضايع عن بالي دي. بس ما تكتريش منه بس عشان ما تتعوديش عليه. انتوا بتضحكوا على ايه؟ انا بقول زوري بيوجعني، دي حاجه تضحك؟ طبعا تضحك. ايه اللي يضحك فيها؟ ما هو من كتر رغيك زوري بيوجعك. ايه ده؟ طيب يا خليل، لما يجي لك برد وزورك يوجعك شوف هضحك عليك ازاي. انا عمري ما جالي برد ولا هيجي لي. عشان حضرتك على طول لابس فلليتين عكس بعض. امال؟ عشان حاجات تانيه كتيره قوي أمي تفيدة الله يرحمها عودتني عليها، عشان كده عمري ما جالي دور برد. بالظبط، كوباية عسل بالبيض على الريق الصبح كل يوم تخلي الصحة تمام. أهم نصيحة. ارفع الشراب على قد ما تقدر عشان البرد ما يخشش من رجليك. سلاسي أضواء الماس. الحرب يقول لك سلاسي. على اتنين قدامك هو يا بابا. احنا سين وشكوك. لا استنى استنى استنى، عندك استنى. في قرصين ناقصين من الشريط ده، مين خد الدواء بتاعي؟ بابا، أكيد بابا، عشان كان شايفنا ثلاثة من شوية. خليل، أنت خدت القرصين دول؟ لا طبعًا. أنت ما أنت شايفاهم. بيتنقلسوا عليهم.
والله مقلسه مقلسه ايه بس؟ انا مش بهزر، انا بتكلم جد، في قرصين ناقصين. ما تخافيش يا ماما، طمني انا هجيب لك بدل القرصين دول 10. ليا واحد صاحبي في المكافحة هكلمه لك يجيب لك حرز اخر مزاج. اضحكوا براحتكم، بكره تدوروا عليا ما تلاقونيش. الحمد لله اني لقيتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دينا؟ تمام الحمد لله. ازيك انت؟ انا تمام جدا الحمد لله. امال لقيتش فين؟ عايزين نتفرج على ماتش برشلونه مع بعض. المفروض كده انه بينيم الولاد. على فكره يا عصام، انا مبسوطه جدا ان انت وهشام قربتوا من بعض وبقيتوا تعملوا حاجات مع بعض. عارف فكرتني بيا انا واختي زمان، كنا بنعمل حاجات كتير مع بعض لحد ما اكتشفت ان هي بتكلم الولاد على اساس ان هي انا. انتوا كويسين جوه ولا في ايه؟ لا يا دينا، عايزينك انت. بقول لك يا دينا، انا قررت اخد هشام معايا يوم الجمعه كده، هنطلع طالعه صيد سمك، ايه رايك؟ فكره جميله. ايه يعني اعمل حسابي هناكل سمك يوم الجمعه؟ لا يعني مش للدرجه دي، انا كل السمك اللي بصطاده برميه تاني في الميه. انا ما يهمنيش السمك قد ما يهمني ان انا وهشام نقعد مع بعض في مركب واحد، نتكلم ونشرب عصير ونقزقز ليه الجوزداني ونفتح مواضيع كتير ونضحك ونفتكر. حلو قوي الجو ده يا عصام. عارف برضو فكرتني بيا انا واختي زمان، كنت بقول لها كل حاجه لحد بقى ما اكتشفت ان هي كانت بتقول. بقول لك ايه، ازيك يا عصام؟ هو مش علاء الدين كان متجوز سندريلا برضو؟ اه يا حبيبي، وكمان جاب لها الشبكه من مغاره علي بابا. طب انت بتقولي لا ليه؟ عصام، هو انكل وطنط كانوا بيحكي لكم ايه وانتوا صغيرين؟ بلاش تعرفي يا دينا، لانك بجد لو عرفتي مش هتحلمي غير بكوابيس. ها جاهز للماتش؟ جاهز يا معلم، وجيب لك ترمس باكله اهو. صحيح يا هشام، اخوك هياخدك تستاد يوم الجمعه. برافو برافو، حلو قوي يا عصام فكره الصيد دي. عايز حد يحكي لي حدوته. انا يا حبيبي تعم عصام احكي لك الحدوته، احكي لك حدوته الاميره الجميله وظابط الحراسات الطيب. دينا دينا، فكري في اي مشوار بسرعه نروح يوم الجمعه بسرعه، شغلي دماغك. لا مفيش مشاوير يوم الجمعه، يوم الجمعه هتروح تصيد مع اخوك. يوه انت فاهمه يعني ايه صيد؟ انا وعصام يعني في مركب في وسط النيل وشنا في وش بعض، وعاوز يرغي بقى ويدوشني. وماله يا حبيبي ما ترغوا، بص ممكن تركب حاجات انت بتحبها، الكوره، العربيات، مودلز الكليبات. حلو مودلز الكليبات ده، انا بحب اتكلم في الموضوع ده. بس برضو ده مش هيرضي عصام حقيقي، وعايز حاجات اكبر من كده بكتير يعني. زي ايه؟ دخليات بقى، احاسيس. احاسيس؟ اخس يعني عاوزه تقعد تتكلم كده زي الاخوات اللي بيتكلموا مع بعض. اخي بتتريق عليا؟ الاميره الجميله نامت على طول اول ما حكيت لها الحدوته وبستني من هنا وقالت لي تصبح على خير يا عم عصام. افتح يا عم الماتش بقى. ايه توقعاتك؟ كام توقعات ايه؟ ما هننجم من اولها. بص من احسن حاجه نتفرج على الماتش ونستمتع باللعبه الحلوه بس واحنا ساكتين. يعني لو في فرصه ما اقولش ياه؟ لا ما تقولش، لو عاوز تتكلم سب اللعيبه، اشتم في الحكم. حلو الجو ده. طيب انا هسيبكم بقى تشتموا براحتكم وادخل انام، بس تشتموا بصوت واطي. ها تصبحوا على خير. انت من هنا؟ ايه ده؟ مش دي المحطة اللي جاي عليها الماتش؟ ايوه. الحق ده في حاجة على شريط الأخبار. تأجيل مباراة برشلونة وفالنسيا لسوء الأحوال الجوية والصقيع. يا دي الرخامة، دي كده الليلة اتضربت. لا ما اتضربتش، يعني أكيد في ماتشات كتير قوي. يعني بص أهو كرة يد. كرة يد. كرة يد، كرة مية حلوة، ولا عاوز كرة اليد؟ يا عم مية ايه ويد ايه؟
خلينا نتكلم مع بعض احسن. انت عارف ان البرشام بتاع ماما اللي طعم النعناع انا خدته من المكان اللي هي مخبياه فيه وحطيته في الكومودين بتاع بابا؟ اه كده هتتهم بابا بالادمان بقى المره دي. ايوه بالظبط. عارف يا هشام لما كنا قاعدين بنضحك على ماما وبابا اخدت بالي من حاجه غريبه قوي، ان في حاجات ما بيننا انا وانت بس اللي ممكن نحسها ونضحك عليها مع بعض. اه ايوه فعلا يا حاجات تضحك بس لانها متداريه يعني لو اتكلمنا فيها اكتر هتمسخ بقى وتسخف وكده. انت عارف احنا ممكن نتفرج على فيلم عربي قديم كده ابيض واسود هنلاقي. لا 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 سيبك بلا فيلم عربي بلا بتاع، انا عايز اسالك على حاجه مهمه. كنت عايز اسالك عن الستات. ماشي مودلز الاعلانات بقى وكده ماشي. لا يا هشام لا، الستات اللي في حياتنا. مين ماما؟ بص يا هشام انا المشكله عندي في الطلاق بتاعي ده مش الطلاق نفسه، يعني مش اللي حصل لي، انا بحمد ربنا اصلا ان انا طلقتها. انا المشكله عندي دلوقتي ان انا الانسانه اللي هقابلها تاني وعايز ابدا حياتي معاها من جديد، ازاي اعرف ان دي الانسانه الصح؟ يعني لما اشوفها كده اعرف ازاي ان انا وهي هنعيش مع بعض حياه سعيده؟ يعني انت مثلا لما شفت دينا ازاي قدرت تحدد على طول ان هي دي الانسانه اللي هتساعدك؟ يعني عرفت منين ان انتوا هتعيشوا مع بعض حياه حلوه؟ مثلا لما بصيت في عينيها اول مره، ولا لما خرجت معاها اول مره، ولا لما مسكت ايدها اول مره، ولا لما ايه اول مره؟ ايه يا عصام ايه في ايه؟ ما بحبش اتكلم في المواضيع دي. مواضيع ايه؟ المواضيع دي. طيب تحب نتكلم في الموضوع ده؟ موضوع ايه؟ انك ما بتحبش تتكلم في المواضيع دي ولا الموضوع ده. انت تعرف احسن حاجه ما نتكلمش اصلا. انت قصدك انك مش عايز تتكلم معايا؟ عصام عصام انت اخويا وانا ما تعودش اتكلم معاك غير في العادي يعني. طيب ما تيجي نناقش المشكله دي. لا خلينا احسن زي الاول، يعني نتكلم في العادي زي الاول. اول ايه؟ هو احنا عمرنا كنا بنتكلم مع بعض وكانت الحياه جميله وكنا عايشين زي الفل مالها بس؟ قول يا هشام بصراحه انا مش هزعل، انت مش عايزنا نقرب من بعض. نقرب من بعض؟ يا عصام يا عصام الدخلينيات دي، نقرب من بعض اكتر من كده ايه؟ ده احنا متربيين في بيت واحد وعشنا حياه طويله في اوضه واحده ودلوقتي بتفصلنا بسطة سلم واحد. بس انا ما اعرفكش، نفسي اعرفك بقى. تعرفني؟ ايوه. امسك ايدي يا عصام، امسك ايدي احسن، امسك ايدي ما تتكسفش. عاوز تعرف ايه؟ عاوز تعرف بالظبط انا حسيت بايه اول ما شفت دينا؟ يعني عاوز تعرف ازاي حسيت ان هبقى سعيد انا ودينا مع بعض؟ بص يا سيدي، انا اول مره شفت دينا قعدت سنه بحالها اشوفها ومكسوف اكلمها، واول مره رحت اكلمها اتسمرت وما قلتش ولا كلمه، رجعت البيت وقعدت اعيط، قعدت سنه بحالها اتدرب عشان اواجهها، واول ما جات لي الجرأه رحت وقفت قدامها ورحت معايا. تحب تعرف ايه اكتر من كده؟ تحب اقول لك حصل ايه بينا اول ما جينا البيت هنا، ولا تحب تفاصيل اكتر لما دخلنا اوضه النوم؟ والله كرة المية لطيف يعني، بطالة برضو للرياضة فيها جوال مايوهات مختلفة بس عن في ماتشات بكرة؟ معرفش. في ريال مدريد واتلتيكو بلباو. حلو الماتش ده، بتحب نلعبه على البلاي ستيشن؟ يا ريت. بس انا هلعب بريال مدريد. يا ماما ما جاتلكيش النهارده؟ الحمد لله لا. من يوم ما انت وعصام اتريقتوا عليا وهي بطلت تيجي. تلاقي مقموصه. ده كان حته يوم. انا مش عارف هي زعلت ليه؟ احنا طول عمرنا بنعمل كده يعني، ودي حاجه تزعل؟ انا زي العيال اللي كتير انا. اوبا. اوبا. نادين ما تعديش الكلام ورايا. نادين ما تعديش الكلام ورايا. نادين عيب كده. عندنا عيب كده. ده ايه الجنان ده؟ ده ايه الجنان ده؟
كورو بنتو سانتا واوا قولي كده بانتي شاها صح؟ صح انتو ما عرفتيش.